عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا تستمر الانطلاقات، تستمر ايضا المنافسات شوطنا 23 خاص بالابكار. انطلاقة موفقة نتمناها للمشاركين. مشاهدينا الكرام، مقدمة هذا الشوط الشاهنية استفتحت الاذاعة وسيطرت على البداية. سالم بن خلفان بنواس اللي ايضا ليقدم لنا هذا الحضور، يقدم هذا التواجد المشرف على المركز الاول باشواط الصعوب. المركز الثاني هناك ايضا اسم قادم قطت علينا الشاهنيه لنحاول نتمكن من رؤيه الرقم، بينما المركز الثالث سلطان بن محمد المركز ايضا حامله رقم 13 على المركز الثاني او 213 على العموم. هي ايضا مهمه لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري على المركز الثاني، ولكن شوف اللي حضرت، شوف اللي وصلت، شوف تابع زاخر لحمد بن مطر بن مصلح العبادي يقدم لنا زاخر اللي على المركز الاول. المركز الثاني تتواجد فيه الشاهنية سالم بن خلفان بنواس المركز الثالث، وصل شعار بن حبروت يقدم حضوره، يقدم تواجد الشاهنية محمد بن حبروت بن سلطان الاكتبي. ولكن عودتنا الى مقدمة الشوط الى المركز الاول، الى الشاهنية، الى بنواس، الى بنواس الاكتبي على المقدمة، على الصدارة، على المركز الاول. الله 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 الله، سالم بن خلفان بنواس، يلا يا ابو خلفان روح بالصدارة، روح مع هذه النوعية، مع هذا الاداء الجميل، مع هذا الحضور المشرف. ها هي على الشاهنية على الصدارة تتفوق، تقود ايضا هذا الشوط قايدة لمسار هذا الشوط بالمركز الاول، بالاندفاع ايضا الانفراد على القياده سالم بن خلفان بنواس. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شكرا بو خلفان، شكرا على هذا التفوق. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الجميل اللي قدمت الشاهنيه في هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الكرام للسيد سلطان بن محمد، المركز الثالث لسيد حمد بن مطر بن مصلح. اما التوقيت دقيقتين 19 ثانيه. تهانينا والناموس للفائزين.